السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي طلاب جريد زي، معكم مستطاط الغيطي من قناه ذكي الحسوني. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون اللي هو بتاع بيتكلم عن حاجه اسمها ميجرنج لينسز. يمكن انت اخدت فكره عنها في جريد 2. احنا اللينس عندنا له يونتس، يعني مثلا لما تيجي انت تقيس طول حاجه، اللينس يعني الطول طبعا، لما تيجي تقيس طول حاجه هتقول مثلا ايه دي اللينس بتاعتها او الطول بتاعها 5 اي. هل ترى 5 باوند 5 كيلوغرام؟ لا طبعا. فليه اللينس هنا بيكون له يونتس اللي هي الميتر وسنتيمتر وان مليمتر. يبقى دولت يعتبر اللينس او اليونتس اوف ذا لينس، الميتر سنتيمتر مليمتر. عندك هنا الميتر ده الجريتر بتاعهم. الميتر يوزد تو ميجر ديستنس، used to measure distance عشان بيقيس المسافة، and the longer lenses as يعني ده أطول واحد فيهم، مثلا بيقيس اللينس بتاعت البيلدنج يعني المباني، and buses والأوتوبيسات يعني، وبرضو الكارز العربية برضو نفس الكلام. بيبقى الميتر is used to measure distance and the longer lenses، وخلي بالك ده أكبر واحد فيهم. عندك مثلا أقدر أقيس اللينس of the tree برضو عن طريق الميتر. طب نيجي بقى للسنتيمترز، والسيمبل بتاعتها بيكون سي ام. سنتيمتر از سمول ستاندرد يونت، ستاندرد يونت اوف ميجرنج لينس. هو سمول، هو صغير بس ما هوش الاصغر. يوزد تو ميجر ذا لينس اوف سمول اوبجكتس، بيقيس باللينس بتاعت السمول اوبجكتس. عندك مثلا زي بنسلز، بوكس، اريزرز. خلاص عندك زي مثلا كده الاريزر اللي قدامك ديت، بقول اللينس بتاعتها بتكون 3 سنتيمتر. اوكي طب هنا بيقول المليمتر. المليمتر از ا فيري سمول ستاندرد يونت، فيري سمول ستاندرد يونت اوف ميجرنج لينس، اوف ميجرنج لينس. اتس يوزد تو ميجر ذا لينس اوف فيري سمول اوبجكتس، بنقيس باللينس بتاعت اللينس فيري سمول اوبجكتس. As a lens of an insect، يعني بقيس اللينس بتاعت الحشرة. خلاص. وكمان عندي هنا الايه، شوف السن بتاع القلم ده، ده برضو نفس الكلام. هنا بقول لك millimeter is about the width of the point، عرض الخط. يعني شوف ده الحتة دي ال width بتاعت البوينت دي يعتبر the end of the few pencils. طب هنا بقى بيقول لك ايه، take through to the suitable unit. انا عندي هنا الاوبجكت دي، اقيس اللينس بتاعتها عن طريق المليمتر ولا الميتر؟ زي ما قلنا الميتر ده يعتبر الجريتر بتاعها، ده يعتبر جريتر، فطبعا هيكون الايه المليمتر. طب التري لسه قايلها من شويه، متر عشان دي كبيره. طب انا عندي هنا الثيكنس اوف ذيس اوبجكتس، العرض بتاع الاوبجكت دي. ها مش هو على فكره مش عايز اللينس بتاعت لا ده انا عايز الثيكنس، هيكون طبعا الايه المليمتر. انا عندي البودلز دي مليمتر؟ لا طبعا، لانها يعتبر حاجه يعني ايه ممكن نقول ميدل متوسطه، هيكون عندي هنا سنتيمتر. طب الانسكت ده انسكت اصغر واحده، هيكون مليمتر. طب انا عندي هنا الاوبجكت دي هتقول لي متر، متر ده جريتر بيقيس بالحاجات زي التري يعني مثلا، دي بتاعت الايه اللعبه، لا طبعا هيكون ايه مليمتر. طيب هنا بقول لك كومبليت. احنا عندنا هنا ان ال1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، ال1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر. عارف السنتيمتر زي ايه؟ زي اللي موجود عندك في الرولر، لما تيجي تبص على الرولر هتلاقي فيها نمبرز فروم 1 2 3 4 5 6 7، فديت يعتبر ايه؟ دي اسمها سنتيمتر. اما المتر ده الاكبر على فكره، ال1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر، اند 100 سنتيمتر ايكوالز 10 مليمتر. ال 10 مليمتر اللي هو موجوده في الرولر بتاعتك، الشرط الصغيره اللي هي دي المليمتر. يبقى ال 1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، ال 1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر، وعندك ال 1 سنتيمتر ايكوالز 10 مليمتر. ركز في الكلام. يبقى انا عندي اول حاجه هنا المتر، سنتيمتر، مليمتر، متر تو سنتيمتر 100، سنتيمتر تو مليمتر ايكوالز 10. شوف انا هنا عملنا لها اوردرنج فروم جريتر تو سمولر. طب تعالى هنا شوف هنا بيقول لك ايه، انا عندي هنا 6 متر، 6 متر
ال 6 متر ايكوال زي كام سنتيمتر؟ ال 6 متر يبقى 600. لما نجي نعمل موفينج فروم متر تو سنتيمتر هنكتب النمبر ونحط له بس 2 زيروز، او متر تو سنتيمتر نكتب النمبر و2 زيروز. سنتيمتر تو مليمتر، من السنتيمتر تو مليمتر لا هنعمل ايه؟ هنكتب النمبر برضو بس نعمل له ايه بوت، نعمل هنا بوت 1 زيروز. فروم سنتيمتر تو مليمتر برضو نعمل هنا 28 ونعمل بوت 1 زيروز. هنا برضو شوف جايب لي هنا ايه، اي متر ايكوالز 700 سنتيمتر. انا عايز اعمل كونفرت فروم سنتيمتر تو مليمتر، يعني هنا كان ايه، هنشيل الزيروز نكنسل الزيرو عشان 7 متر ايكوالز 700 سنتيمتر. طب هنا سنتيمتر ايكوالز كام؟ 120 مليمتر، برضو هنكنسل ايه الزيروز، هيكون ايكوالز 12 سنتيمتر. 12 سنتيمتر ايكوالز 120 مليمتر. طب هنا بيقول لي 2 متر بلس 5 متر، ال 2 متر بيكون ايكوالز 1 سنتيمتر، ال 2 متر ايكوالز 200، 5 متر 500، كلها على بعضه 700، 6 متر 600 زي ما هي. اما دي 30 سنتيمتر هتتساب زي ما هي ب 30 سنتيمتر، 600 بلس 30 يكون ايكوال 630. طب هنا 30 سنتيمتر نكتب 30 سنتيمتر. لا استنى نشيلها ليه؟ لان هو عايز هنا بالمليمتر، يبقى نكتب نفس النمبر ونحط له نعمل انبوت كمان ايه؟ نعمل بوت 1 زيروز. ال 10 برضه ال 10 هي زي ما هي لان بالمليمتر هنا مليمتر. 300 بلس 10 هيكون ايكوال 310. هنا فروم سنتيمتر تو مليمتر هنكتب النمبر زي ما هو، وبرضه بنعمل بوت 1 زيروز عشان اعمل من سنتيمتر تو مليمتر. وهنا 20 سنتيمتر برضو نفس الكلام هيكون 20، ونعمل بوت 1 زيروز عشان اعمل لا موفينج 2 مليمتر. 600 بلس 200 هيكون ايكوالز 800. تمام. طيب شوف هنا برضو يقول لك ايه، 3 مليمتر ايكوال 3 متر ايكوالز 1 سنتيمتر، فروم متر تو سنتيمتر هنعمل بوت 2 زيروز، يبقى 3 بوت 2 زيروز. طب سنتيمتر تو مليمتر، سنتيمتر تو مليمتر هنعمل بوت 1 زيروز، سنتيمتر تو مليمتر هنكتب نفس النمبر زي السيم نمبر ونعمل بوت 1 زيرو. طب هنا بيقول لي وات متر ايكوالز 400 سنتيمتر، هنكنسل 2 زيروز دلوقتي هيكون ايكوالز 4 متر. وهنا برضه نفس الكلام، دي مليمتر ما تقولش بقى 2 زيروز، مش كل شويه تكنسل الزيروز، لا هنكنسل 1 زيرو عشان مليمتر من سنتيمتر هيكون ايكوالز الانسر هنا والريميندر او الريست هنا بيكون ايكوالز 40. برضه مليمتر سنتيمتر كنسل الزيروز هيكون ايكوالز 25. طب هنا بيقول لي 40 سنتيمتر عايز اعملها كونفرت او موفينج 2 مليمتر، سنتيمتر تو مليمتر خلاص تمام. من سنتيمتر فروم سنتيمتر تو مليمتر ايوه هنعمل بيه ايه؟ هنزود هنا هنعمل بوت 1 زيروز. 20 مليمتر هتساب زي ما هي لان بالمليمتر، 400 بلس 20 هيكون ايكوالز 420. طيب السؤال ده حلو، هنا بيقول لك 207 سنتيمتر ايكوالز وات متر بلس وات سنتيمتر، وات متر بلس وات سنتيمتر. انا عند المتر ده بياخد النمبر اللي هيكون في ال 100 بلس 100 لانه هو اصلا 100 ايكوالز 100. هنا 200 ايوه 200 2 مش 200 كده لا 2. قلت له طب 200 ما هي المتر اصلا يعتبر الفاليو بتاعتها 100 والريميندر او الريست هنا بيكون 0 بس. طبعا زي ما قلت لك دي شوف هنا انا عندي هنا ده السنتيمتر ده 1 2 3 4 5 ده السنتيمتر، واما اللاينز الصغيره اللي جوه دي المليمتر. هنا بيعلمك ازاي تجيب اللينز اوف فور اني اوبجكتس، بنحط الرولر من الاول هنا الزيرو لحد هنا الايه ال 11، هتيجي تبص الستارت بوينت هنا الزيرو والاند بوينت هنا 11، هيكون اللينس بتاعتها 11 سنتيمتر. طب احنا عايزين بقى نتعلم بقى ازاي نعمل الميجر للاوبجكتس، يعني هنا بيقول لك ميجر ذا لينس اوف اتش اوبجكت سيركل ذا لونجست وان اند تيك ثرو تو ذا شورتست وان. اول حاجه انت عشان تجيب ميجر اوف فور اني اوبجكتس بتظبط الرولر كده بتاعتك فروم 0 من هنا عند الستارت بوينت هنا دايما بيكون 0 مش 1
خلي بالك شوف زي ما انت ملاحظ كده انا مش بعمل لحد ال1 او ستارت فروم 1 لا ستارت فروم 0 خلي بالك طبعا بخليها كده 0 2 3 سنتيمتر فعشان كده اللينس هنا يكون ايه 3 سنتيمتر هنا برضو الاوبجكت ديت ممكن اجيب اللينس بتاعتها كده يعني شوف اظبط كده البوزيشن بتاعتي علشان اقدر اطلعها بسهوله هنا برضو ستارت فروم 0 تو 4 سنتيمتر علشان كده اقول هنا 4 سنتيمتر هنا برضو الكي ده كده شوف اظبط ايديا بحيث الخدد يعني نفس البوزيشن بتاعي يكون سهل عشان اقدر اطلع اللينس مش لازم تلتزم بالكتاب شوف هنا 0 تو 4 سنتيمتر هنا 0 تو 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر هنا برضو الاوبجكت ديت هنا بعد ما عند الزيرو برضو تو 6 سنتيمتر ادي 6 اهيت هنا كتبنا 6 سنتيمتر هنا برضو الجلو ده الجلو هنا 0 تو 8 سنتيمتر علشان كده نكتب هنا ايه 8 سنتيمتر طب هنا جايب لي بقى ايمج كده وجايب هنا الاوبجكت دي ولكن عايز اطلع اللينس هنا بالمليمتر لازم اخلي بالي ومش كله طبعا هيكون بالسنتيمتر زي ما قلنا لان في يونتس كتير اللينس انا عندي هنا ده بيكون بالمليمتر مليمتر طبعا هنا قصده هنا على الايه اللاينز الصغيره دي احنا عارفين اللاين المليمتر يعتبر سمولر زين سنتيمتر طب تمام شوف هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا جايب لك ان ستارت فروم 0 تو ذس بوينت البوينت ديت اولا هنا اللي جيت تلاحظ هتلاقي هنا عندنا هنا 6 يعني 60 سنتيمتر نكتب هنا 6 زي ما هي ونعد كل الشروط اللي بعد 6 هتبقى 1 2 3 هيبقى 3 هيبقى الانسر هنا او اللينس اوف ذس اوبجكت ايكوال 63 ملي متر يبقى انا اول حاجه جبت الايه اللي هو النمبر اللي هو بتاع السنتيمتر عندك هنا برضو بالملي متر عندك الكي دي ستارت فروم 0 تو شوف هنا اللي قبلها هنا 3 سنتيمتر نكتب هنا 3 هنكتب هنا 3 وبعد كده الاوبجكت ديت نعد كل الايه المليمتر ديت 1 2 3 4 5 6 7 طبعا ممكن ما تكونش ظاهره قوي عندك بس انا حبيت اعملها لان طبعا على الكمبيوتر هيبقى اللينس مختلف خلينا بقول لك رايت وهنعرف دلوقتي كمان شويه ده بتعمل ازاي طب هنا بقول لك رايت ذا سوتبل يونت عايزين نكتب السوتبل يونت هل يا ترى متر سنتيمتر مليمتر تعال كده نشوف انا عندي هنا ده البودلز ديت هتكون طبعا بالايه سنتيمتر طب الانسكت مليمتر طب الجراف هيكون متر صح ولا لا طب انا عندي هنا 3 متر طب انا عندي هنا البراش ديت هيكون طبعا الايه ها سنتيمتر طب البيلدنج حاجه كبيره متر طب الانسكت مليمتر انا عندي برضو الاوبجكت ديت هتكون بالسنتيمتر اما هنا برضو الاوبجكت ديت هتكون ايه مليمتر بس هنا برضو الاوبجكت ديت انت عندك هنا بص من اول ستارت فروم 0 تو هنا اللي قبلها هنا اللي هو 2 سنتيمتر نكتب هنا 2 بعد كده نعد بقى الايه اللاينز ديت 1 2 3 4 5 6 7 يكون ايكوالز 27 مليمتر هنا برضو عندك هنا برضو شوف هنا 0 فروم 2 5 سنتيمتر نكتب هنا 5 وبعد كده انا عندي هنا 1 2 هيكون 2 مليمتر ف 52 مليمتر برضو الاوبجكت ديت ستارت فروم 0 تو 8 بس هنا قبل ال 8 بايه بلاينز كده فعلشان كده مش هتبقى 80 لا ده هتبقى 79 هتكون ايه 79 طب هنا انت عندك بقى نمبر 2 نمبر 2 بيقول لك يوز ذا رولر تو ميجر ذا لينس اوف ايتش اوف ذا فولوينج زي ما انا علمتك قبل كده انك هتجيب اللينس بيقول لك انا عايز انا بالسنتيمتر يبقى نمسك الرولر بتاعتنا كده هنا فروم 0 تو 5 هيكون 5 سنتيمتر وهنا برضو الاوبجكت ديت فروم 0 تو هنا 6 هيكون 6 سنتيمتر وعندك برضو الاوبجكت ديت كده فروم 0 تو كده 7 هيكون 7 سنتيمتر خلي بالك كله عايزه بالسنتيمتر يعني هو كله انا عايز الاوبجكت دي كلها على بعضها ب 7 سنتيمتر فانا هجيبها بالسنتيمتر هنا برضو الاوبجكت ديت برضو هيكون هنا ايه 2 سنتيمتر وهكذا انت تكمل معانا طيب لو جبت بص هنا على البيج اللي قصادها هنا هتلاقي هنا بيقول لك انا عايز برضو بس هيكون بالمليمتر بالمليمتر تعالى كده نشوف اهوت هنا 0 2 زي ما اتعلمنا قبل كده من شويه انا عندي 0 اشوف بقى السنتيمتر اللي قبلها اللي يكون هنا 3
هنكتب هنا 3 3 سنتيمتر يعني 30. ونعد بقى الشروط الصغيره 1 2 1 2 3 4 5 6، يبقى 36 مليمتر. هنا برضو الاوبجكت ديت اشوف هنا اعمل نفس الوضعيه دي بتاعتها من هنا لهنا. هنا عندي هنا 3 كتبت هنا 3 عشان 3 سنتيمتر. واعد بقى الشروط الصغيره لحد الايه اللاين اللي اعملها دي 1 2 3، هيكون 36 مليمتر. وهنا برضو نفس الكلام، هنا برضو نفس الكلام كده، هنعمل 0 لحد قبل ال 3 بس بايه بتو لاينز كده، فهتبقى هنا هنا 2 طبعا هتبقى 20، وهنعد اللاينز الصغيره فهتبقى 8 هيكون 28. هنا برضو الاوبجكت دي كده شوف كده هنا 0 to 1، يبقى هنا 1 هنا نكتب هنا 1 سنتيمتر. واعد بقى الايه اللاينز ديت 1 2 3 4 ايوه يبقى 4 هيكون 14 مليمتر وبس. ونكمل كده، انا عارف ان ممكن يكون الشاشه مش واضحه قوي، بس هو ده اكتر حاجه انا ممكن اعملها ليك عشان توضح اللينس الحقيقه هيكون ايه. هنا بيقول ميجر ذا لينس اوف اتش سترايب اند رايت اتس لينس. طبعا انت هتعرف اجيب اللينس بتاعتها بقى عن طريق الرولر زي ما قلت لك من شويه، زي ما انا قلت لك ايه من شويه وتشوف، لان طبعا لو جيت اللينس بتاعتها هنا هتبقى غلط. بس احنا ممكن نعملها عن طريق الايه نعد السترابس ديت 1 2 3 4 5 هتكون 5 على ما اظن يعني 1 2 3 4 5 6 7 ممكن اقول 7، بس طبعا ده يعتبر غلط. لازم انا اجيب الايه اللينس بتاعتها، واللينس بتاعتها تكون مختلفه عن الايه عن اللي عندي هنا على الشاشه. طب تعال نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لك استيميت اند ماتش. تفتكر مثلا اللينس بتاعت الكارز دي هل هي 2 سنتيمتر يعني على الرولر كده مثلا 2 سنتيمتر ولا 10 متر ولا زي 10 متر دي تخيلها كده كانها مثلا ايه يعني 10 خطوات 10 خطوات طول العربيه 10 خطوات 2 متر يعني خطوتين مثلا ممكن من ال ولا 10 سنتيمتر او 10 سنتيمتر. طب تعالى كده نشوف، تفتكر الكارز دي هيكون اللينس بتاعتها ايه؟ اكيد هيكون بالمتر، بس 2 متر ولا 10 متر؟ 10 متر كبيره قوي 2 متر اه ممكن. طب البنسل هيكون طب اكيد بالسنتيمتر. طب هناخد هنا 2 سنتيمتر او 10 سنتيمتر. 2 سنتيمتر يعني حاجه صغيره قوي يعني. بص تخيل كده السنتيمتر عندك في الرولر اللي هو ايه 1 و 2 نمبر 1 و 2 الجزء ده، طبعا ده صغير، هنختار هنا ايه 2 سنتيمتر 10 سنتيمتر. البيلدنج طبعا هيكون 10 متر، ده متر حاجه كبيره. اما الاريسر هتكون طبعا 2 سنتيمتر لانها ايه سمول. طب هنا بيقول لك put true to the correct statements or false. The length of the path of a path يعني بيقول لك length of a path is about 5 سنتيمتر. يعني التوبيس اللينس بتاعته 5 سنتيمتر. لا طبعا اولا الباث اصلا بيكون بالمتر، فطبعا هيكون فولس. The length of your book البوك هيكون بسنتيمتر is about 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر ممكن اه تكون 30 سنتيمتر. الرولر اه ممكن. The length of an insect الحشره هيكون بالمتر، لا طبعا بالمليمتر. The length of your pen is about 15 سنتيمتر. طول القلم بتاعك 15 سنتيمتر. ايوه ممكن. مليمتر is a suitable بقول لك هنا is a suitable unit to measure the length of a large distance in millimeter. الصغنطوطه دي بقول لك من اسمها large distance المسافات الكبيره. طبعا false غلط. هنا انا عايز نعمل convert زي ما قلت لك، انا عندي المتر وعندي سنتيمتر وعندي المليمتر. لما اجي اعمل convert او moving from meter to centimeter بنعمل ايه put two zeros، اما from centimeter to millimeter put one zeros. هنا بيقول لي 7 سنتيمتر ايكوالز كام من سنتيمتر تو مليمتر، يبقى 7 اهيت تمام، ونعمل بوت 1 زيروز. سنتيمتر تو مليمتر برضه 3 1 0. متر تو سنتيمتر متر تو سنتيمتر هنعمل 4 وبوت 2 زيروز. متر تو سنتيمتر هنعمل هنا 8 وبوت 2 زيروز. سنتيمتر تو مليمتر سنتيمتر تو مليمتر هنعمل هنا 18 بوت 1 زيروز. سنتيمتر تو مليمتر يعني برضه هنكتب 50 وبوت 1 زيروز. طب عايزين نعمل هنا موفينج
from what meter equals 500 centimeter and cancel that two zeros, meter centimeter equal 5 برضو centimeter to meter. يعني عم بص هنرجع نرجع كده نعمل باك يبقى هنكنسل two zeros يبقى 300 centimeter equals كم meter يبقى هنكنسل two zeros يبقى ده 3. هنا برضو عايزين نعمل باك from meter millimeter to centimeter يبقى هنكنسل one zero برضو. هنا بقول millimeter to centimeter شوف millimeter to centimeter هنعمل باك باك يبقى نكنسل الزيرو مش 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 نعمل باك بيت بوت زيرو لا هنكنسل زيرو هيبقى هنا 20. طب هنزل من موفينج فروم سنتيمتر تو مليمتر ده عادي جدا او سنتيمتر تو مليمتر من بوت 1 زيروز. طب مليمتر فروم مليمتر تو سنتيمتر هنعمل باك هنا فهنكنسل ايه 1 زيرو هنكنسل 1 زيرو ديت هيبقى ايه 1 2 سنتيمتر بلس 5 سنتيمتر ايكوالز كام مليمتر هنا 2 سنتيمتر ب 20 بلس 50 سنتيمتر 50 هيكون ايكوال 70 مليمتر هنا برضو 4 سنتيمتر 40 20 سنتيمتر بلس 20 40 بلس 20 هيكون ايكوال 60 مليمتر 5 متر بلس 3 متر هنا بقى بيقول لك ايكوالز كام سنتيمتر 5 متر دايما 500 بلس 3 متر ايكوالز 300 يبقى كل اربعه هيكون كام 800. طب هنا 4 بلس 2 هنا متر والمتر ممكن نطلع السم بتاعته من هنا 6 هنا 6 متر عايزين نعمل كونفرت تو سنتيمتر من متر تو سنتيمتر ها فهنعمل ايه طبعا هنزود تو زيروز هتبقى 600 هتكون ايه 600. طب هنا 70 مليمتر بلس 10 مليمتر 70 مليمتر بلس 10 مليمتر 70 بلس 10 مليمتر هنعمل ايه عايز يبقى 70 بلس 8 بلس 10 ايكوالز 80 مليمتر. طب عايز نعمل موفينج ده مليمتر موفينج 2 سنتيمتر يعني هنعمل باك من المليمتر ده السمولر 2 سنتيمتر اللي هو الميدل هنكنسل الزيرو يبقى ده يديني هنا ايه 8 يديني هنا ايه 8. طب 20 بلس 70 هيكون ايكوالز 90 مليمتر برضه from moving from millimeter to centimeter هنكنسل زيروز فهنعمل باك 9. طب هنا بقول 350 سنتيمتر ايكوالز وات متر بلس وات سنتيمتر يبقى المتر بناخد 300 ال 100 وبعد كده هيكون هنا الايه 50. طب هنا بقول 75 مليمتر 75 السنتيمتر بتاخد التنس 70 وده هيكون 5 مليمتر بس كده. حد يقول لي مثلا نكتب هنا زيرو لا خلاص لان ده سنتيمتر السنتيمتر بيكون ايكوالز 10